التصويت الإلكتروني يبقى له تشريع في بعض الأمور، لكن أنا في اعتقادي أن البيئة صالح للتصويت الإلكتروني، وأن احنا قادرين تقنيا على أن يكون هناك تصويت إلكتروني. سمى إلكتروني، سمى آلي، سمى هذه، لكن هي الفكرة في اعتقادي بتوفر كثير من الجهد على السادة القضاء، بتوفر كثير من الجهد على المواطنين، بتقرب العملية الانتخابية للناس، بتكون أيضا في أماكن الاختراع والفرز ولكن بشكل مختلف، وسيكون أيضا في هناك أوراق، لكن تحتاج إلى تشريع.